ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. فيديو النهاردة هكلمكم عن رأيي وتجربتي مع كريم نانو تريت، وده بيكون شكله، واللي متابعني هيعرف اني بجرب الكريم ده ليا فترة طويلة جدا، تقريبا ليا شهر او شهرين. فلو حابين تعرفوا كل حاجة عن الكريم بالتفصيل، رأيي فيه وتجربتي معاه، خصوصا ان في عروض حلوة جدا نازلة على منتجات شركة نانو تريت، فلو حابين تعرفوا اذا كنت انصح بيه ولا لا ومميزاته وعيوبه، تابعوا معايا الفيديو للاخر. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي اللايك والشير والسبسكرايب عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة اللي انا بقدمها. ويلا بينا على الفيديو. اول حاجة العبوة، ده بيكون شكلها زي ما انتوا شايفين. ولو حابين تفاصيل اكتر، هم ليهم صفحة على الفيس باسم نانو تريت، وليهم كمان صفحة على الانستجرام كده. ودي شكل العبوة. الباكجين بصراحة بتاعها حلو جدا، والعبوة شكلها قيم. هوريكم كمان شكله من جوه، مش عارفة الصورة واضحة ليكم ولا لا، بس العبوة بتيجي مليانة جدا. وانا قعدت فترة طويلة كنت بستخدم بس الكريم الموجود على الغطاء، فالعبوة حجمها حلو. هحاول اوريكم شكل الجزيئات او شكل الكريم نفسه عامل ازاي. هحاول اوضح لكم شكل الكريم عشان اوريكم شكل جزيئات الذهب بتكون عاملة ازاي. شايفين شكلها عامل ازاي؟ يا رب تكون الصورة واضحة. عاملة بالظبط زي ورق الذهب الخفيف، واول ما بتدمجيه الورق الذهبي ده بيبتدي انه يتكسر ويبقى زي الحبيبات الصغيرة. انا برضو هحاول اوريكم شكله. اول تعليق ليا على الكريم، وده اللي هتشوفوه، انك هتحتاجي انك تاخدي وقت كبير عشان تدوبي حبيبات الذهب. شايفين هي دابت ازاي؟ يا رب تكون التصوير واضح. هي تعتبر اختفت جدا، بس مش بنسبة 100%، يعني بتبقى نقط بسيطة. هو عامل زي ورق الذهب يبتدي يتكسر اول ما تدوبيه، ويبقى اصغر اصغر، ويبدأ يتبقى منه جزء بسيط جدا زي النقط، بسيطة جدا مش اكتر من كده. الكريم نفسه من تركيبته او لما تشوفيه، الكريم تقيل جدا، شايفين مش بيقع خالص ولا بيتحرك ولا اي حاجة، تقيل تقيل. فالكريم نفسه كفورمولا تقيلة، وهتعرفوا ده كمان من المكونات بتاعته. تمام كده، ندخل على المكونات وهو بيوعد بايه. اول حاجة هو نايت كريم، مينفعش خالص يستخدم بالنهار، وهو مكتوب عليه انه نايت كريم. مفروض انه انتي اوكسيدنت وكمان انتي رينكل، ومفروض انه وايتنج وانتي ايجين. مفروض انه بيوعد انه مضاد للاكسدة، مضاد للخطوط، مضاد للتجاعيد، وكمان بيفتح. مكونات الكريم كاتبين، او الشركة شركة نانو تريت شركة مصرية، بس هم مأكدين ان الماتيريال بتاعتهم كلها ميد ان جيرماني، الماتيريال كلها المستخدمة في المنتجات بتاعتهم الماني. انا هتكلم بس عن تجربتي مع الكريم. هم منزلين المجموعة عبارة عن تونر وسيرم، بس انا جربت الكريم، فتجربتي هتكون بس عن الكريم. ده شكل المكونات بتاعته، هي مش هتكون واضحة قوي، هحاول اني اوضحها لكم. تمام كده، دي شكل المكونات بتاعته عشان لو حد حابب ياخد فكرة. يا رب تكون الصورة واضحة، ولو حابين صورة اوضح ممكن انزل لكم صورة المكونات على الانستجرام في الستوري. اول حاجة معانا او اول مكون معانا على فكرة هي المية او الاكوا، جاية اخر مكون، عشان كده ده يعتبر مش كريم لايت ولوشن وخفيف، لا ده كريم كريم. اول حاجة معانا 24 جولد، هم مأكدين انهم مستخدمين ذهب عيار 24، والشركة بنفسها مأكدة المعلومة دي. تاني حاجة معانا في الفيتامين سي، بعد كده في مالتي فيتامين، وفي فيتامين اي، وفي هيرونيك اسيد، وفي سيد اويل، وفي زيوت مرطبة، وفي لاكتيليك اسيد، وفي الاربيوتين عشان التفتيح، وفي كوجيك اسيد، وفي جليسرين، وفي كولاجين مارين، وفي مية، وفي مكونات كتير.
وفي اللي هي باقي المكونات او التركيبة الكيميائية نفسها بتاعت الكريم. تمام كده، دي كانت بالنسبة لمكونات الكريم. بصراحة مكونات الكريم عجبتني، وكمان اصلا تجربتي معاه كانت كويسة. هو بصراحة في الترطيب ممتاز جدا، بيرطب ترطيب حلو جدا. لما بتستخدمي الكريم في البداية بتحسي انه تقيل، هو محتاج شوية وقت منك انك تعملي مساج للبشرة عشان الكريم يدوب اكتر، وكمان حبيبات الدهب تدوب اكتر، بس بعدها البشرة بتمتصه حلو جدا. يعني في كريمات تقيلة بتحطيها على البشرة وبتفضل موجودة على طبقة البشرة او الطبقة الخارجية، بتحس ان الكريم لا لسه موجود. هو لا بيمتص حلو جدا، فهو تقيل لكن امتصاصه حلو وبيندمج مع البشرة. ريحة، عشان اكون برضو صريحة معاكم، في ريحة بس ريحة خفيفة جدا. لو انتي بشرتك حساسة جدا جدا من اي منتج فيه ريحة فهو مش هيكون مناسب ليكي. الناس اللي بشرتها دهنية دهنية سوبر دهنية وعندهم حبوب والبشرة مش محتاجة الترطيب القوي، فهو بصراحة مش هيكون مناسب ليكم باي شكل من الاشكال. هو كريم يعتبر مش كريم مرطب، انا شايفاه انه كريم مغذي للبشرة. هو فعلا كريم ليلي لو عايزة حاجة تغذي البشرة مش ترطبها بس. في كريمات كتير بنستخدمها ممكن نكون مش بناخد منها غير الترطيب، لكن انا شايفة انه فعلا كريم مرطب، بس كريم اكتر مغذي للبشرة. لما بتستخدميه فعلا تاني يوم الصبح بتحسي بنتيجة، بتحسي ان بشرتك مترطبة منورة، البشرة شكلها صحي اكتر. في حاجة استخدمتيها عملت فرق في بشرتك؟ نفسي بستخدمه ليا شهر او شهرين مش فاكرة بالظبط، وكنت وريتهولكم اول ما اشتريته، وفي الفترة دي انتوا بنفسكم بدأتوا تلاحظوا ان في بشرتي نضارة اكتر، شكل بشرتي فيها لمعة اكتر، بشرتي مرنة اكتر. فهو برضو كان من احد الاسباب اللي انا استخدمتها في الروتين بتاعي وفرقت جدا معايا. باخد منه كمية بسيطة جدا لاني انا كمان بشرتي مختلطة، لو بشرتك جافة هيكون حلو جدا جدا معاكي، لو بشرتك عادية برضو هيكون حلو جدا معاكي. لو انتي من الناس اللي استخدمتي سيرم فيتامين سي ومناسبش بشرتك باي شكل من الاشكال، عملك مشاكل وعايزه كريم يكون مغذي فيه نسبه من الفيتامين سي ومن غير ما البشره تتحسس منه، في نسبه من الهيرونيك اسيد، فهو هيكون الاختيار المثالي ليكي. انا شايفه انه كريم مش كريم مرطب بس، هو كريم مغذي وفيه كمان نسبه من الفيتامين سي وفيه كمان هيرونيك اسيد وفيه الكوجيك اسيد وفيه الاربيوتين، فهو يعتبر كريم متكامل فيه حاجات كتير. مع الاستخدام بتشوفي فعلا نتيجة منه. بخصوص التفتيح، هو مفروض انه بيوعد انه بيفتح، بصراحة ما شفتش نتيجة في التفتيح. اكتر حاجة شفت منها نتيجة الترطيب، بيرطب ترطيب حلو جدا. البشرة بحس فعلا بنضارة ومرونة، وكأني بشرتي كنت حاطة ماسك ليلي او نايت كريم كان مغذي فعلا للبشرة. بخصوص انه بيعالج التجاعيد والكلام ده كله، بصراحة هو مفيش كريم بيعمل كده. هي يمكن المنتجات اللي فعلا بتفرق شوية في التجاعيد هي منتجات الريتينول والفيتامين ايه، بس مش اكتر من كده. لكن هو ككريم مغذي تدخليه في الروتين بتاعك، خاصة البنات اللي عدت سن 30 زي، وعايزين كريم مش مرطب بس، عايزين فعلا يهتموا بشرتهم ويدوها كل الحاجات اللي بترطب وتدي مرونة وبتدي تغذية، ومش عايزين يستخدموا اي كريم مرطب عادي يكون بيرطب بس مش اكتر، فوقتها فعلا هيكون يعني الكريم المثالي ليكم. انا عن نفسي عجبني جدا وانصح بيه لو حابين تجربوه، وانا عن نفسي ممكن اكرره تاني، وممكن كمان اجرب باقي منتجات الشركة. حابة اني اجرب السيرم من عندهم، بس عايزة اقول لكم على حاجة، دايما لما بيكون في شركة منزلة كذا منتج، دايما لما تكونوا حابين تجربوا حاجة ابتدوا بالكريم، لان الكريم دايما بيكون فيه المواد الفعالة اكتر. الكريم كمان هتاخدي منه ترطيب عكس السيرم، السيرم مش بيدي ترطيب. فانا بصراحة شايفاه كريم مرطب ومغذي وكريم نضارة حلو جدا ككريم تفتيح او علاج لخطوط ظهرت، لا مش فعال، ما تصدقوش الكلام ده خالص. فهو حلو، يعتبر كريم كويس جدا لو حابين تجربوه. هو سعره ما يعتبرش رخيص، سعره 325، اشتريته في عرض كان ب 280، لكن هم عاملين حاليا
عرض عليه اشتري قطعة والتانية بنص التمن، فممكن مثلا تقسموه مع بعض، فيكون وقتها الكريم سعره 200 تقريبا او 220، حاجة في الحدود دي. فوقتها بصراحة هيكون حلو جدا انكم تجربوه، خاصة البنات اللي بتبعتلي لسنها فوق ال30 وعايزين حاجات تكون يدخلوها في الروتين، تكون مغذية وفعالة، فهو هيكون بصراحة حلو جدا ليكم. لحد دلوقتي ما شفتش منه اي نتيجة سلبية ممكن اكلمكم عنه انه عمل لي تحسس او حبوب او اي حاجة، لا ما شفتش النتيجة منه. خاصة في الشتاء هيكون حلو جدا جدا معاكم، يمكن في الصيف كنت باخد منه كمية بسيطة جدا عشان بس ما يزودش الدهون في بشرتي. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا، ولو حابين تسألوا عن أي حاجة اكتبوا لي تحت في التعليقات وأنا برد على كل التعليقات. شكرا ليكم ومع السلامة.